هذه الفرقة، ولهذا من حق من هذا أقولها صريحة، وبيانها سيأتي، وبيانها سيأتي تفصيلا، سيأتي تفصيلا، ومن أدلتي ومن القرآن ومن روايات أهل البيت سأقولها صريحة. أنا لا أستطيع كشيعي أن أقول إذن كل من لم يكن شيعيا فهو ماذا؟ أكبه الله على منخريه في نار جهنم. لا أبدا، ليس من حقي هذا. أنا لا أستطيع كشيعي أن أقول إذن كل من لم يكن شيعيا فهو ماذا؟ أكبه الله على منخريه في نار جهنم. لا أبدا، ليس من حقي هذا. ولكن مع الأسف الشديد، بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها. سيد الحيدر الآن بهذه الصورة جواز التعبد بالأديان، مع الدليل، مع الدليل والملل وإلى آخر. أقول مع الدليل، لا يقول لي إذن نعم. مخير الإنسان روح يصير بوذي، لا مو هالشكل. سيد الحيدر يريد يضعف الدين بين قوسين، اللي هو يسميه سيد الحيدر شريعة الإسلام، ودي يضعف الدين الآن، دي يقولهم إنه ما يخالف روحوا بحثوا وصيروا مو مسلمين أو اتبعوا الدليل. وين ما يقودكم الدليل، يقودكم إنه تصيرون بهالاتجاه، صيروا بهالاتجاه، صيروا بهالاتجاه، صيروا بالدليل وبلا دليل. اتركوا شريعة الإسلام. أنا أسألك أستاذ ميثم، نعم. أولئك الذين سألوا بالدليل وبلا دليل، خب بالدليل، اسمح لي، اسمح لي، زين. ما هو بديلك أنه الإنسان يعتقد بلا دليل؟ دليلني أنا. هذا الذي أنا أقوله، المنهج الذي أقوله افترض باطل. نعم. أنت أعطيني منهجك، قل لي لا سيدنا، ما يبحث وبلا دليل. هم يفترضون أنه الواقع ما يريده الله، الواقع هو هنا. هذا بأي شيء؟ هذا الافتراض، هذا الافتراض منين جاي؟ بالدليل وبلا دليل؟ بدليل طبعا. إذا بدليل إذا هذا حق ذات القضية. نعم. أما إذا بلا دليل أقول إذا روح ابحث. أنا دا أسألك، أقول أنت اللي تقول أنا الذي علي الحق المبين، أقول جيب دليل. لا تقول لي بابا كبرنا عليه اجماع الامه الاسلاميه، مسلمات الشيعه، يعني كل هاي العلماء مشتبهين. هذا بعد دليل ومو دليل يا عزيزي. هم بده يقولون انه السيد الحيدر ما يدري انه هو هذا الواقع، انه احنا المفروض يكون كل الناس، اقول الواقع ليس بيدي احد. انا اصرح ان الواقع ليس بيدي احد. اللي يقول الواقع بيدي خليفه ليدلني على دليل على ذلك. انا دا اقول للجميع واتحدى علميا، اقول الذي يقول الواقع بيدي فليدلني دليلا على ان الواقع بيدي. كل ما عنده عدة دليل، ولا بد اذا كان الدليل، فكما باء دليلك تجر، باء دليل الاخرين ماذا؟ تجر. لا معنى ان تكون باء دليلك يجر وباء دليل الاخرين ماذا؟ لا يجر. باء دليلك يثاب، اما باء دليل الاخرين شنو؟ لا يثاب. هذه تلك قسمه ضيزه، ضيزه. موقف القران واهل البيت هذا بينته، قرات لكم قران عزيزي، هذا القران بينته. بعد الان الروايات، الاخوه اللي يريدوا يراجعون خلي يراجعون مواقف الصميم 23 حلقه و22 حلقه، كل الادله القرانيه والروايه ذكرته كله. جزاكم الله خير.